يلا علي اتفضل. كل واحد يقعد على كرسي الاعتراف لا دقيقة دقيقة ساعة بقول شيء. ايه صح. جد بقول شيء. الاعتراف خليه في الليل، الليل عندنا وقت طويل. صح. الحين كل واحد يسأل واحد سؤال. كل واحد يسأل واحد سؤال. بس. طيب. اوكي. نبدأ من سعد. يعني اسأل أي أحد، اختار أي أحد يسأل سؤال. نمشي هيك. لا بدق شخص تسأله سؤال. لا نمشي هيك لحتى كل واحد يسأل وكل واحد يجاوب. يا عم إيه. نمشي هيك. أوكي. بنقي شخص واحد. أوكي أنت مثلا بدك تسألني. أنا مش هسأل شخص ثاني. شخص ثاني مش هسأل شخص ثاني. أوكي. بس لا سيدي. أبدأ أنا يعني؟ يلا. أوكي ماشي. علي كده شوية. مرتضى. واضح. في حد دوره موبيل؟ ايوه انا. انت باين ما تخاف. خلاص سعد نسال سؤال. نسال سؤال زي ما عرفت. ده جبل ايفرست. عادي انت ماي سخنه منين؟ اوكي 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 انا ابدا اسال. ما احنا عارفين بس انت اسال. اسال مروان. خليها تكون هيك سكوني. هسألك انت. تسألني؟ مروان. مروان. فترة البروفات كان في ناس قريبة منك. أكيد يعني. ايه. تمام؟ قبل الأكسبتنس؟ وبعد الأكسبتنس؟ تمام؟ لا عادي يعني. عادي يعني. وبعد الأكسبتنس في ناس برضو قربت منك. أنت شايف مين اللي بيقرب منك؟ كصاحب فعلا اهدى كصاحب مين اللي بيقرب منك سوري يعني في الجمله يعني مصلحه صح بس بجد ايه ما في مجامله لا لا ما بحس بحدا بيقرب مني لسبب معين او هدف ما بحس انه حدا بده مني شيء ليقرب عرفت انه كل حدا حسب طبيعته حسب شخصيته بيتصرف يشتغل فانا قريب من الكل تقريبا يعني بس انه الكل بيعرفه انه ايه كنت قريب اكثر شيء قبل الاكسبتنس اصلا وبعد الاكسبتنس يعني انا ما فهمتش حاجه بس لا انه قبل الاكسبتنس كنت قريب من حدا ايه انه هو عايز يعرف مين اقرب حد ليك بعد النتيجه قبل النتيجه بعد هي زياده اقرب حد لي خليها بعد عادي ما عندي حدا محدد يعني كلكم بحبكم نفس الشيء يعني ما فيش حدا عندي اكثر من الثاني بس انه في ناس قعدت معهم اكثر طب شو حاسس هلا؟ مشتاق لاهلك لهيدا امبارح السؤال وين ما تطلع قدام طب شو حاسس؟ شو حاسس؟ لما قلت لك من 5 دقائق شو حاسس؟ في سؤال ثاني شو شعورك؟ شو حاسس شو شعورك؟ يمكن مش نفس الشيء هو يمكن مش نفس الشيء ما حدا بيعرف شو شعورك؟ طيب كده مروان كده مروان خلص ثانك يو مروان اوكي انا بدي اسال خلص انا بدي اسال حدا سكند بيرسون انا بس يلا لا لشخص معين اللي بينسال بيسال اوكي بس يمكن هيك ما حدا ينسال لا بالعكس ليش يعني انت هلا ما بقى فيك تسال سعد بلا فينا يعني مثلا في سؤال سعد يبقى اللي بعده هو اللي يسال حنان اللي هتسال ما عنديش سؤال ولا ما عندي انت اللي هتسالي واخا يدو ايهاف من بعد يدو نتكلم عربي الحياد انت اللي هتسالي يدوز ايهاف من بعد انا ندوز ندوز ايه وندوز ايه ايوه فهمت لا بس ما عنديش سؤال ولا يعني يسأل إيهاب بعدين هي يفوت هو وبعدين طيب اسأل إيهاب يلا إيهاب سؤال ممكن يفكر في السؤال ولا مين حبيبي طلع أنا حسأل كله ولا شو شوفوا الدماغ عاملة ازاي والله العظيم يا جماعة احنا هنعاني هنا والله بجد مع الدماغ دي هنعاني اللي ما عنده شاهد كذاب سهيلة في غباء في الموضوع اسأل نفسك يلا انت حاسس بإيه يلا
البيت بتستخدم افا 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 اوكي عايز مين رافا يعني امتى امتى قول لي وانا فاهم شو لا لا اي صعوبات في التعبير صعوبات اسبوع عشان يعرف يعبر شباب كيف تروحوا كيف اقول لي اقول لي خذ نفس بس خمس اي متى يلا اي متى بتزعل انت بتزعل هو اكثر شيء يعني انت ده مش هتعرف تعبره انت بتزعل حبيت قصه حب يعني لا 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 هو اي متى بتزعل حلو السؤال قصدي شو اكثر شيء بيزعل بس تبعد عنك اياها لا عن جد اوفر 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 بس على وقتها يكون في شيء حرزان ازعل عليه يعني متى شو في عالم مش بحرزان يعني ايه الحاجه اللي ممكن فعلا تزعلك يعني انت فاهم الحاجه اللي ممكن تاثر فيك ايه ده البعد هو ده قصده البعد بعد ايه البعد في حال بعد يعني كنت انا قريب من شخص وبعد او قريب من شغله وبعد طب ما انت بعيد عن اهلك اهو هذا الشيء لا مش ضروري شيء بيزعل شيء بيزعلني بيني وبين حالي هو عم بيقول انه بعيد بعد شو لا خيتي شو كنت تفكري شو بنات يعني في يكون موت في فكرك يا اخي خلص دوز يا حنان حي مين دوزة لا عربي يا ابني دوز دي عربي ايه ما عرفتش والله ما عرفت مشاوي يا جاي دوز 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 عينك يلا حنان هتسأل حنان هتسأل يا حبيبي اقعد بقى اقعد بقى انا مش عارف حاسس ان انا بربي طفل عندي في اوكي انا غادي نسول نسيم ظريف اسمعوا انا نسول نسيم جايز جايز نسيم حاجه لذيذه بقى يعني نسيم وانت تعبنا ولا يا عمي بالعقل سوليني حبيبتي سوليني سوليني عليها يا جماعه نركز بس شويه عشان حنان هتسال ولكن ما يبقاش فيك الحال ما تزعلش اوكي قلت لك تسالي علي تسال عاشر محدش هيزعل على فكره لا هيزعل نسيم نسيم لا سؤال عادي مش هيك تقول لي نسيم هسألك ما تزعلش وعلي بيقول لا مش هزعل نسيم شحال كتفكر انك زعما تقدر تفقد من وزن ما فينا كتفهم ما فهمت يعني قديش بتفكر حالك قديش يعني من هون كم يعني قد ايه الفتره اللي انت تلفت اللبنانيه تلفت وبسرعه السؤال يعني لما اخفف وزني انا اروح على البيت كل شخص حلو وعاش على ده منظر واحد زعلان يعني انا نسيم غلطان نسيم انا مصمم انه اخفف وزن برافو ولكن شحال من الخمسة كيلو إلى العشرين كيلو مسموح ما شاء الله. أحب أبشرك بحاجة إن الفطار اللي أنت فطرته النهاردة ما يبشرش بالخير. ليه التفاطر وبعد كده طلعت جبت أكلك من فوق. متخيل المنظر؟ يلا بينا. يلا سهيلة. أنا تعبت. أنا عيطت. راح العشرة. سهيلة. يلا سهيلة. شانتال. الله. هلا شانتال مفترض بعيد الشر انك طلعتي من الاكاديمي ما وصلتيش شكون هو اكثر واحد في من لي زامي تاعك حتى اسكت خليه يخرب بيتك اكثر واحد راه متاكد يعني حاسه انه يستاهل وراح تشجعيه يعني اللي فان تاعك يصيروا تاعو يعني تبعو فهمتي انت والله عارف الاجابه لا لا انا بصراحه والله انك كنتها تقول سعد بالنسبه لي انا عندك صوت كتير مميز يعني قليل الوجود نايس نادر حبيبه قلبي انا والله نادر كتير شنطه خلاص انيس شنطال ما توقعتك تقولي انا كلنا بنستاهل بالنهايه بس انت عندك شيء بصوتي اول ما طلعنا وانا ما حصوت لي أنيس بقى ما بصدق أصلاً. بعد ما حفظتنا. من اسأل. فاتن. فاتن حمام. شو سر جمالي؟ تعرف هذاك. لوريال. مين فاتن الأزازة اللي بيتكلم؟ فاتن الأزازة. في حد يتكلم؟ فاتن حمام.
ايه انت صار روح روح اطلع برا اسال مين فادي عادي اسال يلا اسال